أسعد الله أوقاتكم، كيف حالكم يا أحبائي الصغار؟ اليوم الأحد يا صف أول، تاريخ اليوم 22، انتبه إلى منزلة الأحد 22، لاحظ الأحد تشبه العشرات، تماثل العشرات، لكن يا صف أول هل الاثنين هاي قيمتها مثل الاثنين بالعشرات؟ لا يا معلمة، هاي اثنين واحدات، هاي اثنين واحدات فيها اثنين بس، لكن هاي اثنين العشرات يا معلمة قيمتها المنزلية 20، هاي فيها 10 وهاي فيها 10 قيمتها 20، إذا مين اللي أكبر يا صف أول، القيمة المنزلية للأحاد ولا القيمة المنزلية للعشرات؟ لا يا معلمة للعشرات، لأن هذه الأكبر 22، 11/2020. سنكمل الآن اليوم يا صف أول شرحنا في مادة اللغة العربية لتكمل الدرس تجريد وحرف التاء. أنا شرحت لكم يا صف أول فقط عن الإت الصغيرة التي تأتي في أول الكلمة ووسط الكلمة، وهي ما عندها أي مشكلة. لكن يا صف أول اليوم في لها كمان أشكال، قلت لكم لها أشكال كثيرة، لها أخوان كثير حرف الإت. الآن ما بدي أشرح عن المربوطة المتصلة والمربوطة المنفصلة، كمان هذول خليهم لحصة لحالهم. أنا بدي أشرح عن الإت الكبيرة التي تكتب في آخر الكلمة، لا تكتب في أول الكلمة ولا في وسط الكلمة، تأتي في آخر الكلمة إما لحالها بهذا الشكل منفصلة ما حدا ماسكها، أو تأتي متصلة بكون يعني في حرف ماسكها بالقبليها، بتكون هون اسمها، هاي الإت متصلة. بتعرفوا إت مين هاي يا صف أول؟ مين بيعرف فيها بتضحك فاتحة كلمة؟ مين بيعرف إت مين؟ إت الأولاد؟ لا، إت البنات، أحسنتم، رائعين، هذه إت البنات الحلوات، بحبوا الإت البنات، خليهم مرة يفرحوا البنات الحلوات، هيهم إت البنات، الهم إت اسمها إت البنات، هاي إت المبسوطة، دايما مبسوطات البنات، شوفوا ما أحلاهم، دايما بيضحكوا مبسوطات ومسرورات. اليوم يا صف أول بدنا ناخذ صفحة 49 من دوسية لغتنا العربية، فقط هذه الصفحة وهي التاء المفتوحة المبسوطة، سنتعرف عليها. هذه الإت الكبيرة لا تكتب إلا في آخر الكلمة، إما منفصلة أو متصلة بحرف يسبقها. الآن يا صف أول شكلنا كلمات، سنذهب ونتحدث عن كل بطاقة، سنقرأ. يلا يا صف أول، مقطع الأول، أحسنت، باي رو إت، كم مقطع فيها بيرون؟ مقطع باي رو حرف إت، أين كتب حرف الإت يا صف أول؟ في آخر الكلمة، هل كان متصلا؟ طب ليش ما مسك؟ ممتاز، حرف الأم من حروف الانفصال، ما بيمسك بحدا يا معلمة، إذا كتبت الإت في آخر الكلمة منفصلة، صف أول. طب أنا لو بدي أقيم الإت هاي الكبيرة، مين بيعرف يقرأ هاي الكلمة؟ يلا باي رو، عمركم سمعتوا في إشي اسمه بيرو؟ لا، هي اسم بلد اسمها بيروت، هي التأصلية بالكلمة ما بقدر أقيمها، إذا قمتها الكلمة تصير ليس لها معنى، بيروت التأصلية في الكلمة، ما بصير أغيرها ولا أغير شكلها. نعم، بصير أكتب إت الصغيرة بآخر الكلمة هي؟ لا، أخطأنا. إذا الإت الكبيرة زي سنية ماما فاردة حالها وفيها نقطتين، إت البنات المبسوطات الحلوة. طب بصف أول فكر جيدا، بيروت لو انت جيت قلت لك احذف مقطع رو من كلمة بيروت، شو الكلمة بتصبح؟ اذهب الى بطاقة الكلمات، يلا يلا مين بيعرف؟ يلا يا صف أول، احسنتم، رائعون، اذا حذفتي مقطع رو تغيرت الكلمة واصبحت بيت، بيت، إذا قلنا مقطع رو أصبحت الكلمة بيت، بيت. طب لو أنا فكرت أقيم الإت، بديش إت أحط، بدي أخليها هيك، بصير بي إلها معنى؟ لا، بيت بس كلمة إنت بتسكنها، بيت، إذا هاي إت أصلية، لكن هون يا صف أول انتبهي، متصلة ماسكة فيها الأين، بي، أحسنتم، إذا أنا غيرت اسم البلد لمكان سكن، حذفت الرو وعملتها بيت. إذا هاي حزيرة، إذا هاي كلمة بيروت عملتها. إذا هذه الكلمة الثانية رقم 2، يا
يلا نقرا مقطع تو ات. مين ما بحب التوت؟ كلنا بنحبه. احسنت. هل الات متصله ولا منفصله؟ منفصله، سبقها حرف انفصال وهو ما بتمسك بحلا. تو ات. طيب لو كتبتها هيك تو لها معنى؟ لا. اذا هاي الات اصليه في الكلمه، ات الكبيره تاتي في اخر الكلمه الاصليه. توت توت، لاحظ انا ساكنه ما غيرت حركتها، توت بلفظ ساكن. ناتي الى بطاقه رقم 3. يلا يا صف اول، المقطع الاول. احسنت. مس متحرك ساكن. رو رائع. المقطع الثالث را، الحرف الاخير ات. كم مقطع في كلمه مس؟ رو رات. ثلاث مقاطع، احسنتم. مس رو رات. صف اول، مين هم المسرورات؟ بنت وحده؟ لا، مجموعه من البنات، مجموعه من البنات مسرورات. اذا كلمه مسرورات بتدل على الجمع، على مجموعه كبيره، اكثر من اثنان، اكثر من اثنان او ثلاثه اربعه خمسه، بتكون مجموعه، فهم مسرورات. مسرورات، اذا انا بعطيهم الات الكبيره لان المجموعه. اذا انا هذول البنات اعطيتهم الات الكبيره لانه مسرورات بتدل على الجمع، على مسروره وحده مسرورات، مسرورات ات كبيره. كمان سبقها حرف من حروف الانفصال الان ما بتمسك بالان. انظر الى هذه الكلمات سنقراها. مب رو رات. مب رو را ات. كم مقطع فيها؟ مب رو رات، ثلاث مقاطع، احسنتم. ايضا مبرورات كمان بتدل على البنات انهن مجموعات، كمان بعطيها الات الكبيره لانها جمع، بتدل على الجمع مبرورات. انظري الى الكلمه بعديها را يا ات، ممتازه، فيها مقطعين. را يا ات، كمان رايات، راية واحدة، رايات مجموعة من الرايات، كمان أعطيتها الإت الكبيرة التي كتبت في آخر الكلمة وكانت منفصلة أيضا هنا. انظر إلى هذه البطاقة، بدي أجيب الإت يا صف أولها. سارة، سارة، مين اللي سارة؟ الولد، أحسنت، سارة محمد، سارة أحمد. طب لو بدي أحكي للبنات بحكي لهم سارة؟ سارة سلمى؟ سارة منى؟ لا، سارت، سارت عمل، قامت بيه البنت، سارت مشت، سارت مشى، مشى مشى، مشى محمد. لو بدي البنت شو بحكي لها؟ مشت، ممتاز، احسنت، بعطيها ات البنات، الات المبسوطه، ات البنات هاي اللي بحبنها، هي ات البنات اصلا. سارت عمل، قامت بيه البنت، فاعطيتها الات الكبيره. انظري الى كلمه رمت، رمت، فيها مقطع مت، مت الان يا صف اول، لو قمت الات حطيت الان شو بصير الان مكسوره؟ رمى، مين اللي رمى؟ الاولاد، لكن بصير اقول رمى، رمى غزل، رمى شوق، رمى سلمى، لا رمت، عمل قامت به البنت، فاعطيتها الات البنات الكبيره التي تكتب في اخر الكلمه، لكن هنا جاءت متصله ولا منفصله؟ متصله ماسكه بحرف الام، رمت، اذا الات البنت. انظر الى الكلمه الاخيره فري حت، فيها مقطع ايش يا صف اول؟ حت حرف الاح صح بعد ما اخذناه بس اخذته بالرغم، فرحت. لو بدي للولد شو بحكي له؟ محمد فرحه، بصير اقول فرحت محمد، فرحه محمد، فرحه محمد. طيب بدي احكي لين، فرحه لين، لا احسنتم البنات، بعطيها ات البنات، فرحت، ات المبسوطه تبعت البنات، اصلا هي ات البنات هاي المبسوطه دائما بتضحك. اذا يا صف اول ساعيد قراءه الكلمات، يا بل روت، نعم احسنت، تو ات، هي ات اصليه في كلمه بيروت وكلمه توت. مسرورات، هذول مجموعه من البنات اخذوا الات الكبيره، اصلا هم كانوا مجموعه، بصيرش اعطيهم الصغيره، ات الكبيره. مبرورات، احسنت، كمان مجموعه. رايات، كمان مجموعه، رايه واحده، رايات مجموعه. سارت، عمل قامت به البنت. رمت، البنت كمان رمت الكره، اذا هي عمل قامت به. فرحت، كانت فرحانه مسروره مبسوطه، اذا فرحت،
تمام. اذا انا اليوم بس شرحت لكم عن الات الكبيره المبسوطه المفتوحه التي تكتب في اخر الكلمه، وقلنا اما بتيجي منفصله واما متصله، وهذه اما بتكون ات اصليه في الكلمه، لا اما بتكون الات اخذتها المجموعه، لا اما الات العمل اللي بقوموا فيه البنات كمان بعطيهم الات الكبيره. اذا اما ات اصليه اذا قمت الكلمه بصير ليس لها معنى، اما ات الكبيره بتكون كمان للمجموعه، لا اما العمل اللي بقوموا به البنات بعطيهم كمان ات كبيره. صف اول، مين الشاطر يقول لي في كلمتين مقاطعهم قد بعض؟ في كلمتين من البطاقات اللي انا كتبتهم على السبوره نفس عدد مقاطع في الكلمتين نفس العدد، مين بيعرفهم؟ مين؟ يلا. مين؟ بيروت ورايات، خلينا نعد. بيرو هي فيها مقطعين. رايات كمان فيها مقطعين. ممتاز، هاي فيها مقطعين أحسن، وهاي فيها مقطعين، رائع، كمان. كمان مين يعطيني كلمتين كمان فيهم نفس عدد المقاطع؟ رائع، مسرورات. واحد اثنين ثلاث، مسرورات، هي ثلاث مقاطع. مبرورات، كمان فيهم ثلاث مقاطع. طب شو الفرق بين مبرورات ومسرورات؟ ايش الحرف المختلف بين مبرورات ومسرورات؟ ممتاز، حرف الاس هون وهون حرف الاب. هون اب ساكنة وهون اس ساكنة، ممتازين. هكذا تم شرح اليوم حرف التاء المبسوطة التي تكتب في نهاية الكلمة، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. صف أول، أنا شو كتبت هون في الات الكبيرة؟ شو رقم صفحتها؟ 49، أحسنت. 49، نكتب اليوم الأحد، تاريخ اليوم 22/11، من لون الات الكبيرة ونقرأ. بيروت، نعم ات أصلية. تو ات، لو قمت الات بصير تو، هل الكلمة لها معنى؟ لا. مسرورات، بدلوا على انهم مجموعة من البنات، مسرورات مبسوطات. مبرورات، كمان مجموعة. رايات، كمان مجموعة. سارت، سار الولد، سارت البنت، إذا عمل بقامت به البنت، ات البنات أصلا، هاي مش للأولاد. رمت، رمى الولد، رمت البنت. فرحت، فرحت ميسون، فرح محمد، إذا هاي ات البنات. عليك يا صغيري أن تكتب كلمات حرف الات المبسوطة في صفحة 49 وتكتبها مراعيا السطر كتابة صحيحة، وأن تقرأ الكلمات قراءة جيدة. حلل واقرأ، لا تبصم ولا بقرأ حرف حرف، بقرأ مقاطع. بيروت، عشان الكلمة تطلع معاك صحيحة. الله يعطيكم العافية يا صف أول، وهي كانت اليوم حصتنا لمادة اللغة العربية، وشكرا لكم.